أعزائي أولياء الأمور، أهلا بيكم معانا النهاردة في موقع نذاكر وتلخيص لمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي. لو بتناقش مع ابني وبقول له لو أنا ماسك كتاب مقلوب هعرف أقرأه؟ أكيد لا، لأن في أساسيات مفقودة. وبالظبط لو أنا بقرأ خريطة في أساسيات لازم أتعلمها علشان أقدر أقرأ الخريطة، وهي إيه؟ عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، اتجاه الشمال، ومقياس الرسم. طيب لما اسال ابني هو ايه اللي بيميز بيتي، بيتنا ايه اللي بيميزه؟ طبعا موقعه. كذلك مصر، اللي بيميز مصر عن كل دول العالم هي موقعها المتوسط لقارات العالم القديم اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا. طيب اساله اقول له هل الافضل لينا يكون جدران البيت بتاعنا من الازاز ولا من الحجاره من حيث الحمايه؟ اكيد طبعا من الحجاره لان الحجاره اقوى. اقول له بالظبط مصر كده، معظم حدود مصر حدود طبيعية، من الشمال البحر المتوسط، من الجنوب السودان، من الغرب دولة ليبيا، من الشرق البحر الاحمر. طب تمام جميل، اقول لابني تعال نطلع رحلة. لو احنا طالعين رحلة وخدنا العربية بتاعتنا والرحلة بتاعتنا دي كانت في الصحراء، ايه اللي هنشوفه في الصحراء؟ اول حاجة طريق. تمام، والطريق ده هي السهول اللي بنمشي عليها، سواء كانت سهول فيضية أو ساحلية أو سهول صحراوية. تاني حاجة هنقابلها في الصحراء هي مناطق أثناء سقوط المطر بيتجمع فيها المياه. جميل، وهي دي المنخفضات. تالت حاجة هنقابلها في الصحراء مناطق متوسطة الارتفاع، وهي دي الهضاب. وآخر حاجة ممكن نشوفها في الصحراء هي المناطق المرتفعة جدا، وهي دي الجبال. يبقى عندنا مظاهر السطح، أول حاجة السهول، تاني حاجة المنخفضات، تالت حاجة الهضاب، رابع حاجة الجبال. لما أقول لابني الجو امبارح والنهاردة وبكرة برد، ده معناه إيه؟ ده معناه إني بكلمه عن الطقس امبارح والنهاردة وبكرة، فترة زمنية قليلة قصيرة. طب لما أقول له الشتاء السنة دي هيكون شديد البرودة، ده معناه إن أنا بكلمه عن إيه؟ بكلمه عن المناخ. يبقى المناخ فترة زمنية طويلة، فصل مثلا، أما الطقس فترة زمنية قصيرة، يوم أو يومين أو 3 أيام. طيب لما نكون أقول لابني إحنا عاوزين نعمل رحلة، إزاي نستعد للرحلة؟ نبدأ نجمع الناس اللي هتطلع معانا ونجهز أعداد اللي هتطلع معانا، العدد، هنعد الناس اللي هتطلع معانا ونعرف خصائصهم. وهو ده أساس أي تنظيم، إن أنا أعمل تعداد للشيء اللي أنا فيه، وهو ده اللي بيحصل في مصر، التعداد السكاني. التعداد السكاني اللي بيحرفني خصائص السكان اللي عندي، حالتهم التعليمية وخصائصهم، كل حاجة عنهم. طيب لما اقول له المنطقة بتاعتنا زحمة، زحمة قوي صح؟ تمام، المنطقة بتاعتنا فعلا زحمة جدا، بس على الرغم من كده في مناطق تانية درجة الكثافة فيها او الزحمة فيها اكتر من عندنا، صح؟ اكيد صح. وبرضو على العكس في مناطق مفيش حد بيعيش فيها، الكثافة فيها قليلة قوي، وده بيأكد لي اختلاف توزيع السكان في مصر. في محافظات او مناطق الكثافة فيها عالية قوي، ومناطق تانية متوسطة، ومناطق تالتة نادرة الكثافة. طيب اسأل ابني سؤال، اقول له هو انت بدأت تفهم مناهجك امتى؟ بدأت تتعامل امتى مع الناس؟ على طول طبعا بدأ يتعامل مع الناس لما بدأ يعرف يكتب، يقرأ ويكتب. وبالظبط العصور التاريخية بتاعتنا انقسمت لنوعين، عصور قبل التاريخ وهي قبل معرفة الكتابة، وعصور بقى اللي عرفتنا حضارتنا وهي العصور التاريخية اللي هي عصور اللي عرفنا فيها الكتابة. تمام، المصر عندنا المصر القديم أو المصر الفرعوني بدأ حياته بتنقل وترحال بحثا عن المأوى العشب، بعد كده نزل على الوادي واستقر لحد معارف الزراعة. والزراعة اللي زي ما شايفينها قدام حضراتكم دي خلت المصر القديم يستقر جنب الأرض بتاعته وعمل كرة، والكرة عملت مدن، والمدن عملت أقاليم، والأقاليم دي عرفتنا الوحدة التاريخية اللي عملها الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد، وحد مصر كلها في دولة واحدة. تمام، ومعنى أن العصور التاريخية كانت عصور قوة، إذن كان في عوامل ساعدت على القوة دي. هي إيه العوامل؟ هي النيل والموقع، موقع مصر، ومناخها المعتدل، ومواردها الطبيعية اللي ربنا وهبها لنا، ووحدة البلاد اللي الملك مينا عملها، والجيش. لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعملها لايك وشير وكومنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك.